السلام عليكم. لو انت بتقدم وعاوز توثق حسابك على تيك توك، لازم يجي لك الرد ده عشان تعبي البيانات وتوثق حسابك. طيب في كام رد؟ في الرد الايجابي ده اهو، وهوريك واحد تاني، وفيه الرد ده. الرد الاولاني انت بتعبي البيانات كاملة وصحيحة، وفي الاخر الحساب بيتوثق. الرد ده انت بتبعت لهم اليوزر الاول، وهم بيشوفوا لو الحساب مؤهل بيبعتوا لك الرسالة اللي انا لسه موريها لك. طيب انت عاوز تجيب الرسالة دي او الرسالة التانية ازاي؟ انا هوريك. ندخل على جوجل، طبعا هتفتح الرابط العادي، تكتب في جوجل بس تقديم طلب التحقق، وهتحط هنا البريد واليوزر، وهتحط رسالة عادية انجليزي او عربي. لو حطيتها بالعربي الرد هيجيلك بالعربي، ولو حطيتها بالانجليزي الرد هيجيلك بالانجليزي، وهتضغط تحميل سكرينات بقى للحساب والمنصات الموثقة، ولو عندك اخبار ابعتها. يفضل يكون عندك منصات موثقة، وبتضغط ارسال، بعدها بيجيلك الرد ده او الرد التاني. جالك التاني فانت بتكمل، اهم حاجة يكون عندك اخبار مقالات يعني اخبارية. ولو جالك الرد ده برضو بتكمل، تبعت اليوزر وبتكمل، والموضوع بسيط والحساب بتوثق في النهاية.